صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن طلاب في السكن الجامعي داخل الرياض، قد انقطع علينا الماء على الجامعة كلها، فهل يجوز لنا التيمم؟ لا، ما يجوز لكم التيمم. انتم وسط بلد، تطلعون وتوضون من المساجد اللي حول الجامعة، أو تجيبون من الوايتات اللي تنقل الماء، تطلبون يجيكم، فأنتم باستطاعتكم الحصول على الماء. نعم.